يسعد اوقاتكم متابعيني من وين ما كنتوا عم تتابعوني. يا جماعه انا اليوم فندق ليالي الشمس، في حدا من متابعيني عم يتواصل معي من فرنسا نازل لعندي كم يوم بخصوص دوره الاجبان والالبان، فطلب مني صور له فيديو عن مكان الاقامه والفندق وحبيت شارك الفيديو معكم. خليكم معنا لنشوف مع بعض الفندق والخدمات اللي عنده، واكيد لا تنسوا تعطونا رايكم بالتعليقات. هون مدخل الفندق، شوفوا على هالمناظر ما شاء الله. وهون حديقة الفندق، وهون الريسبشن، وهون عنا الغرفة يعني مكان الإقامة، هون عنا الحمام، وهون الغرفة. وهون عنا الفيو، شوفوا على هالأطلالة وعلى هالرواء، يعني بمكان ما بتسمعوا فيه إلا صوت الهواء والعصافير بس. يا جماعة وهيك بنكون خلصنا تصوير الفيديو، لا تنسوا تعطونا رأيكم بالتعليقات. وبدي أخبركم شيء بالنسبة للفندق، عامل تنزيلات خصم 30% لآخر الشهر. سلامات.